تحتل المساحات والأراضي الخضراء جزءاً كبيراً من بلادنا، الشيء الذي تتميز به وتجعلها محط أنظار الكثيرين. ولكن من جهة أخرى فهي لا تلقى الاهتمام الكافي الذي يجعل منها متنفساً ومرتعاً طيباً للزوار. من هنا بادرت مفوضية كشاف البيضاء بإطلاق حملة نظافة تستمر لمدة 10 أيام تستهدف فيها غابة سيد الحمري بدعم من جهة عدة. قمنا بحملة نظافة مع شركة البلاصة، قدمت لنا الدعم اللوجستي من خلال الآلات والعمالة. نحب نشكرهم ونحييهم حتى على المشاريع الاستثمارية اللي قدموها اليوم في غابة سيدي محمد الحمري، وتم تجاوب القادة مع هذه المشاريع وإن شاء الله تكون مشروع طيبة. مفوضية كشاف البيضاء استلمت العام الماضي غابة سيدي محمد الحمري بموجب محضر رسمي من المجلس البلدي للمدينة، ومنذ حينها تقوم المفوضية بأحياء وتنظيم الحملات التوعوية والإرشادية للمساهمة في الحفاظ على البيئة.